تشارك مملكة البحرين في المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بالتنسيق مع السفارة الصينية. ومن المؤمل أن يعزز هذا المنتدى تحقيق الرؤى والتطلعات لخدمة المجتمعات الدولية والعربية وخلق شراكات فاعلة تسهم في الدفع بمزيد من التطور والنماء لقطاع الشباب وبحث التحديات وتذليل المعوقات التي تواجههم. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد أحمد العامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أكد أهمية انعقاد هذا المنتدى. الاجتماع اليوم كان طبعا افتتاح للمنتدى، وكانت هناك لقاءات مع الإعلام الصيني من صحافة وتلفزيون. وفي كلمة الافتتاحية طبعا أكدنا على عمق العلاقة البحرينية الصينية التي تحتفل هذه الأيام بمرور 32 سنة على نشأتها. في كلمة الافتتاح طرحت لعدة أمور في تمكين الشباب السياسيين في مملكة البحرين. من المبادرات التي تكلمت عنها في مملكة البحرين طبعا بناء على توجيه سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعطى جلالته اهتمام كبير لأبناء شباب وشابات البحرين في تمكينهم وتعزيز مكانتهم في كل المجالات. طبعا ولا يخلو خطاب لجلالته في كل المناسبات لتخصيص فقرات تبين مدى اهتمام جلالته لأبناء الشباب. ضربت كثير بالأمثلة الواقعية في مملكة البحرين مبادراتنا على المستوى طبعا المحلي والدولي وحتى العالمي. أول شيء أبتدي بعض الأمثلة طبعا دستور مملكة البحرين والقوانين طبعا تخدم فئة الشباب في كل المجالات اللي تعتبرهم فئة مهمة جدا وركن أساسي في العملية الديمقراطية. واحدة من الأمثلة عندنا صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، الذي يهدف لرصد الكفاءات الوطنية الشبابية لتعزيز مشاركتهم في التنمية على المستوى العربي والعالمي. طبعا أطلقت مملكة البحرين جائزة الملك حمد تمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لها صدى كبير وعالمي. مبادرة سفراء الشباب العرب اللي قامت فيها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة العربية، أيضا هذه واحدة من المبادرات الناجحة.